السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. احنا دلوقتي اتكلمنا عن ان احنا ازاي نلود الاكسل وسحبنا الداتا على الاكسل وكل على قصدي نلود قصدي في الباور بي اي وسحبنا الداتا من الاكسل على الباور بي اي والدنيا كانت جميلة والموضوع جميل قوي. دلوقتي احنا بقى عايزين نرفرش كل ما يجي لنا اي داتا، يعني كل فتره كده نعمل ريفرش على الداتا عشان يجي لنا اخر ابديت علشان نبتدي نشتغل ونحدث ويعني الدنيا تبقى احسن. فبمجرد ما بدي يعني الشيت اهو انت فاتحه او الصفحه انت فاتحها، وبمجرد ما بتدوس كلمه ريفرش المفروض ان هو بيرفرش وكل حاجه، هوب تلاقي لك مشكله. والمشكله دي قال لك دلوقتي احنا عندنا مشكلة ان في view error وفي مشكلة ان في one error هو في الاوردرز فانت بتقول له ايه؟ طب وريني view errors. تمام، اديني اهو مستني. فبيقول لك بص بقى يا معلم، بيقول لك في error اهو، ده الايرور بتاعك. فبيقول لك انت بقى امشي يعني، بص امشي كده لحد ما تقعد تمشي، يعني اقعد امشي الحق اهو. بص الايرور اهو، بيقول لك ده ايرور. الايرور ده اللي هو ايه؟ بيقول لك ان الايرور لو دوست على الايرور كده، الايرور اسمه تي تي، اسمه يعني الايرور اهو. لما تيجي تمشي يعني اقعد امشي كده في كل خانه لحد يعني لما تلاقي كل خانه ماشيه تمام. انت بقى عايز تعرف الايرور فين؟ كل ما تيجي تمشي 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 اقعد امشي 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 لحد ما تلاقي كلمه ايرور. الايرور اهو بيقول لك ان الايرور تي تي، تمام، ان الايرور ده تي تي. والايرور هنا والسيلز هنا المفروض ان السيلز دي بتكون ارقام نمبر، ما ينفعش فيها تبقى يعني تبقى فيها تكست او فيها ارقام. فدلوقتي انت ما عندكش غير مثلا كام حل. الحل الاول ان انت تعدل الحاجه بايدك. فتعدلها ازاي؟ او تعدل الحاجه جوه الشيت الاكسل اللي هو جاي منه الداتا اللي هو الاوريجينال. تمام، اول حاجه. الثالثه ان انت تلغي او تمسح الايرور، لا اما تعدل الايرور لا اما تمسح الايرور لا اما تروح على الشيت الاوريجينال وتمسحه. فهنيجي دلوقتي يا جماعه، احنا دلوقتي ما عندناش غير ثلاث حاجات، لا اما تشيل الايرور لا اما تعدل الايرور في الباور كويري ده، او تعدل الايرور في الاوريجينال. يعني انت مثلا لو رحت في الشيت الاوريجينال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الشيت ده فيه الايرور اهو، بص اهو بيقول لك الايرور في الرو نمبر رقم 57. تعالى كده 57 اهو، او يبقى 58 عشان بس ده تي تي اهي تي تي. فاحنا ما عندناش غير كذا حاجه. فانا هعمل ايه مثلا؟ انا اقول لك انا دلوقتي احنا هنعمل ايه. احنا دلوقتي هنيجي مثلا نروح عاملين مثلا نعمل الايرور نمبر ده ونخليه لاما ندوس. بص الايرور ده مش هيخلي المبيعات دي كلها او السطر ده كله باين، يعني هيبقى كل السطور باينه الا ده. فهنعمل ايه؟ نروح جايين هنا كليك يمين على العمود كله ونقول مثلا ريبليس ايرور. ممكن بقى نكتب ريبليس ايرور دي نخلي مثلا الايرور ده يبقى زيرو، وكده تكون المشكله اتحلت. لأول ما ادوس اوكي ايه اللي هيحصل؟ كده بقت الدنيا تمام. وادوس كده وهاجي ارجع اهو، هو دلوقتي بيعمل لودنج اهو، ايرورز ان اوردرز اهو عملت تمام. وبمجرد ما اجي ادوس ريفريش تمام، يعني انت كل ما تعمل ريفرش هيعمل كده. فانت تعمل ايه؟ الام بقى في كذا حل. هنعمل فيو ايرور اهو، احنا دلوقتي حلينا الايرور في اول لقطه. بس المشكله ان انت كل ما تيجي تعمل لود او تيجي تعمل ريفرش هيطلع لك نفس الايرور. فانت ممكن تعمل، احنا كده عملنا اول حاجه ان هي عملنا ريبليس للايرور. فممكن بقى نعمل حاجه اسمها ريموف، او هنا في حاجه اسمها اهو ريموف. كده خلاص، كده انت خلصنا الايرور اهو، كده احنا عملنا ريموف للايرور. تمام، طب لو عملنا ريفرش تاني، ما هو انت كده خلاص سيفت اهو، يعني احنا كده مسيفين اهو الدنيا تمام اهي كلها. فانت جيت مثلا تعمل ريفرش تاني هيطلع لك برده نفس المشكله، يعني هيطلع لك اهي بص اهو اتفضل
برضه هيطلع لك نفس المشكله. فالمشكله بقى تتحل ازاي بقى؟ ان انت تيجي مثلا عند التي تي دي مثلا وتخليها مثلا وليكن 200 او تخليها مثلا زيرو مثلا ايا كان، بحيث انت تعدل بس. تمام، هنقفل دي كده، نعمل كلوز اهو. ونروح جايين بقى نعمل ريفرش، وان شاء الله بتاعه الريفرش دي هتكون محلوله خلاص بقى كده. احنا دلوقتي نيجي في فيو اهي، لحظه ده برضه نفس النظام اهو. طب ماشي، احنا كده حلينا دي كده المشكله. تعالى بقى نلغي كل الداتا ديليت جروب دي كلها. دي بتبقى الايرور اللي بتظهر لك، يعني بيقول لك دي الايرور اللي ظهرت لك على مدار على مدار اللود اهو. ديليت اهي كل ده عشان ايه؟ يبقى الدنيا تبقى نظيفه اهي. وده كده ده الشكل بتاعنا. هنروح بقى جايين هنا كده، وخلينا مثلا السيلز دي مثلا وليكن ب 1200 مثلا. تمام، ونروح عاملين سيف، ونروح جايين هنا كده اهو، ونعمل ريفرش، نطلع كده فوق اهي، ونروح عاملين ريفرش بس كده. كده انت حليت المشكله من الجذور، لان كل مره هتيجي تعمل ريفرش هيطلع لك الايرور بتاعتها بس كده. فدي على فكره الايرور دي على فكره مشكله كبيره على فكره، وبتقابل ناس كتير قوي ما بيعرفوش يحلوها. فاتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشيره ما بين الناس، لان فعلا فعلا والله الواحد بيتعب قوي في حته الباور بي اي. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.